اللحظات الرائعة جدا وحماسية من هنالك من ملعب كيدي في عاصمة غورغول. حسن يحاول على الجهة اليسرى بعد ذلك الاستقبال من الدي، الدي اليسار تسديدة الدي والعريضة، بعد ذلك تتدخل وتعلن عن ركلة مرمى إلى تيرنو. باقى يقوب، باقى إلى من يبقى، تيرنو يحاول يرفع كرة عالية في القائم الثاني، وهنا الاستقبال. لا شك بأن الأهم وبأن المهم، لكن بعد هذه الكرة، الكرة تعود لانطلاقة بابا لبودي بابا، لكن الكرة سلا بين أحضان الحارس كاو. الشوط الأولى الوطنية افسر وذبو بعد الانتصار على حساب كيدي، هنا الاستقبال تسديدة، وبعد ذلك عادت وإلى ركلة إلى رمية جانبية. حكم المواجهة يطلق إذن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف بين الحرس الوطني الذي يحل ضيفا ثقيلا على فريق تسكجا. إذن أفضل لاعبي فريق الحرس الوطني ومن اللاعبين الشباب المتابعة بعد ذلك الاختراق وتسديدة، لكن عادت مرة ثانية ومرت الكرة إلى ركلة مرمى تسكجا. في الجهة المقابلة المتابعة من جهة اليسرى المنتظر المحاولة المرور من جانب حميدة، لكنها سلا بين أحضان الحارس علي، لم تكن قوية. عادت إلى بنيك، بنيك يرفع كرة طويلة نحو الأمام في اتجاه بابا لبوتي، قطعت، عادت متابعة بعد ذلك وهدف، وتطرق طبول الحرس الوطني باللقاء وعلى طريقة لوكا مودريتش، لكنها زاعفة 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 زاعفة. أول هدف المواجهة، الحرس الوطني يتقدم على حساب المدني تشكشا. لا يهمه قدر ما تهمه نتيجة اللقاء إلا إذا كان هنالك رد ما من جانب الدد أو الدي. الدي يحاول وكرة لمصلحة فريق تشكشا الذي تعرض لكسر على مستوى اليد، الكرة ثابتة لمصلحة الدي، أعتقد بأن كرة تسديدة والتعديل. ومن كنا في السنوات الماضية ننافس نتغنى وهكذا هي كراتنا. افسن وذبو انطلاقة من الجهة اليسرى، المحاولة على الجهة اليسرى انطلاق وتسديدة، قريب هدف قريب قادم، هدف قريب قادم. المتابعة من محمد إيميش، المتابعة إيميش بالتمرير، المتابعة وتسديدة، لكنها خطيرة وسهلة نحو وسلبا. إذا سيداتي أنساتي سادتي، حكم المواجهة يطلق نهاية هذه المواجهة بتعادل إيجابي.